شفت غرفتك مضوايا، عرفت بعدك واعية. انت كمان بعد ما نمتك نسيت تجيب كباية مي؟ اوقات بعطش بالليل قاعدة بالتخت، يعني قلقانة. معك حق، حاسة شوي بقلق. شوي او كتير؟ يعني لهلأ مش قادرة اخفى. حسب بشو عم بتفكري. ما رح تعرفي لانه ما رح قلك. اكيد ما عم بتفكري بحدا عجبك وناوية معه على الخير. إذا حدا عجبني بخبرك. إذا في شي بخوفني عليكي بتخبريني؟ من الآخر رانيا، شو بدك تقولي؟ بدي أقول الله يحميكي يا نسرين. ما في ضرورة تخاطري بحياتك لهالدرجة. كان فيك تساعدي الشباب من بعيد لبعيد من دون ما أنت تكوني موجودة. كيف عرفتي؟ مين خبرك؟ ما حدا خبرني، سمعت بالصدفة. وخوفي عليك هو اللي خلاني اوقف واسمع الحديث للاخر. امتى؟ اليوم. الحديث كان بينك وبين هند. فيك تنسي كل شيء سمعتيه؟ فيني انسى كل شيء ما عدا خوفي عليك. شكرا رانيا، انا كثير مبسوطه اني سمعت هالكلمه منك. بس مثل ما انت خايفه علي انا كمان خايفه. بكره لازم اكون معهم، هيك بكون مرتاحه وبتطمن عليهم اكثر. مع وسام وهند؟ مع وسام وهند ويوسف وجميلة. الله يرد عنكم ويحميكم. الطريق اللي اخترتيها طريق صعبة وفيها خطر عليك وعلى حياتك. الناس بدها تنظف بلدها وبدها حريتها، وأنا وحدة من هالناس. أنا قلبي عليك يا نسرين، بتعتقدي في خطر من هالمشوار؟ ما لازم يكون في خطر، عاملي ألف حساب. هالقصة رح تاخد وقت كتير؟ ما تشغلي بالك، أنا راجعة على البيت بخاطرك. محروسة يا نسرين، محروسة. تروحي وترجعي بالسلامة، حتى لو ما كنت عارفة وين رايحة. كنت واقفة عم بتودعيها كأنها مسافرة. منا مسافرة، عم بحكيها كلمتين، منا مسافرة، مشغولة شوي. ما إلها بالعادة تنشغل بكير هالقد، لوين راحت؟ عندها مشوار ضروري، لما ترجع اسألها. نحن عايشين بهالبيت يا سناء، منشوف كتير ومنسمع كتير ومنطنش. قلبي منه مرتاح لهالمشوار. كان لازم تسأليها لحتى نطمن. برجع بعيد، لما ترجع اسألها. هيدك بتعرفي وما بدك تحكي. صلي ودعي لها يا مازن، الله يحميها. صدقني ما بعرف، أنا بحياتي ما خبيت عليك. الله خير، ليه عم تركضي؟ في دورية عم تفتش المنطقة، إذا خلصت بدها ترجع من هالطريق.